روما هيلاقي ريال بيتيس في 9، فرايبورغ مع نانت الفرنسي في 9:30. جارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الانجليزي، التقارير اللي بتشير الى وجود شرط جزائي في عقد هالاند طبعا الفريق المتوهج. صرح جارديولا ان هذا غير صحيح ولا يوجد لديه شرط جزائي يمكن ريال مدريد او اي نادي من التعاقد معه. الشائعات والاشخاص يتحدثون ولا يمكننا التحكم في هذا. اقلق دائما بشان الامور اللي يمكننا التحكم فيها، المهم وهو ان تاقلم اللاعب بشكل جيد مع الفريق اللي لدينا شعور بانه سعيد في الفريق، نحاول جعله وكل الذين يودون البقاء سعداء في المستقبل يعلم محبوب بشدة. هذا هو دلوقتي جه ميعادنا مع جولة في صحف العالم.